الريجن، وبيبقى العلاقه بين الاثنين بين التيار والورط علاقه غير خطيه. يعني لو زودت الجهد التيار بيكون قليل، او لو زودت التيار بيكون الايه بيكون الجهد قليل. ثم الاومي كلوسس ريجون اللي هي اللي احنا بنسميها العلاقه الخطيه ما بين التيار وما بين الجهد، كلما زودت التيار كلما زاد الايه زاد الجهد الى اقصى ما يمكن، وهي نقطه الماكسيمم باور بوينت او الماكسيمم باور اوبريتنج اوبريتنج. ثم المنطقه الثالثه اللي هي الماس ترانسبورت لوسس ريجون، بيبدا بعد كده الجهد ايه الجهد اللي بزياده التيار بتاعه. ده الباور اهوت في ادي الفولتج بينزل واحده واحده. هو طبعا في الوحدات الصغيره بتبقى الجهد حوالي 1.3، بيبدا مع زياده التيار بيقل. ليه مع زياده التيار بيقل؟ لان هو في النتيجه الباور واحد، يعني كلما زودت التيار لابد ان الجهد يقل، كلما قللت التيار لابد ان الايه الجهد يزيد وهكذا. طبعا الممبر بتاع الفويل سيل من النوع اللي هو البي اي ام فويل سيلز، بجد ان هي الكفاءه بتاعته بتتراوح من 35 الى 60%. وتاني لو ان نسبة الوقود بتاعت اللي هي العلاقة بين الجهد والتيار طبعا بتتوقف على ايه؟ بتتوقف على الفويل فلو او تدفق الايه؟ تدفق الوقود بتاعي. فلو انا عندي كلما زاد التدفق كلما زاد زي ما احنا بنقول 20% فويل، بجد العلاقة بهذا الشكل بين التيار والجهد. لو زودت الفويل بتاعي ل 40% بجد العلاقة، يعني التيار بيزيد والجهد برضو نفس الحكاية، 60% التيار بيزيد، 80% التيار بيزيد، 100% التيار بيزيد وهكذا. ده بالنسبة ليه؟ بالنسبة للعلاقة بين التيار والجهد. ثم العلاقة بين التيار والجهد عندما يتغير الايه الفويل فلو او التدفق البتاع ده. دي طبعا المميزات للنوع الاول اللي هو البي اي اما في سين اللي هو لو اوبريتنج تمبريتشر 80 درجة، امبروف باور دينستي سنة 90 كان 3 كيلو، 97 بدأ يزيد ل 50 كيلو. طبعا مع مرور الوقت بيحصل تطور في الموضوع وبالتالي طبعا بيستخدم في الباور كارز في الباسس وبعض الاجهزه المنزليه. النقطه في الموضوع هو عمليه توليد الهيدروجين برودكشن في كذا طريق، يعني كذا طريقه، دي مش بتاعتنا، لكن بس انا مجرد المعرفه اللي هو عن طريق الميثان الميثان ستيم ريفورمينج، دي طريقه، عن طريق البارشال اوكسيديشن بي او اكس برضو دي الطريقة، والطريقة اللي هي مشهورة او اللي احنا هناخدها ان شاء الله تعالى في المعمل اللي هي الالكتروليسيس فوتر، ان انا احلل جزيئات المية وبالتالي هتطلع على هيدروجين ويف واكسجين. هو ده اللي موجود عندنا في المعمل وهنشوفه باستخدام الطاقة الشمسية كيفية تحليل جزيء المية الى مكوناته الاساسية اللي هي الهيدروجين والاكسجين، وهحط الهيدروجين في تانك وهحط الاكسجين في تانك واروح موصلهم بعد كده للفويل سيل هينتج لي تيار ايه؟ هينتج لي تيار كهرباء. نفس الطريقة برضو اللي هو الجازيفيكيشن او بايوماس اللي هو اللي موجود في بعض الكرة. عملية الهيدروجين ستورج او تخزين الهيدروجين في اكتر برضو من طريقة، البرجر سلندر او اللي هي الاسطوانات المضغوطة اللي احنا اوريدي بنشوفها، في الكربون نانو فايبر برضو دي طريقة جديدة، وان كانت الطريقة اللي احنا بنقول عليها اللي هي البرجر سلندر اللي هي الاسطوانات المضغوطة اللي هي الشائعة، والليكويد هيدروجين الهيدروجين اللي ايه الهيدروجين السائل، والميتال هيدريتس برضو نفس الكلام، والكربون نانو
فايبر بقى ده اربع طرق لتخزين الايه لتخزين الهيدروجين، وان كانت الطريقه الاولى اللي هي البريشر سلندر هي الطريقه المستخدمه او الطريقه الشائعه في تخزين الايه في تخزين الاكسجين الهيدروجين. هنا بيتكلم بقى على بعض هو هنا الراجل بيقول لي بعض عيوب البنز ان هي فيري اكسبنسيف مثلا ذا موست كومن كده فيري اكسبنسيف برضه نفس الحكايه دي عيوب. وان كانت هنا برضو نفس الكلام دي الانواع الاخرى من الفويل سيلز اللي احنا قلنا عليها في البدايه خالص الدايركت ميثانول ماشي الكوست الاكسسيف والكروس اوفر ميثان كروسنج ممبرين لو افشنسي سي او لو تمبريتشر بروديوسين مميزات وعيوب اللي هي. كل ديت الانواع الاخرى من الفويل سيلز اسيبها لكم تقروها كده بالليل. طبعا دي العيوب العامه للفويل سيلز اتش 2 ستورج بروبلم عمليه تخزين الهيدروجين طبعا فيها مشكله كبيره. عمليه الهيدروكربون او عمليه اتحاد الهيدروجين بالاكسجين مره تانية بيولد بعض الغازات زائد حراره ماشي يعني يبقى اذا المشكله برضو سيفتي الفيلنج ستيشن لوكيشن الكوست كل دي حاجات الناس بتتكلم عليها في ايه في وقتنا الحالي. دي مميزات عامه برضو للفويل سيلز ان هي ليتل تو نو بوليوشن مش بيعملنا دازنت نيد تو ريتشارج 2500 فويل سيل سيستم هاف بين انستولد جلوبالي يوز تو باور لاند فيل اند ووتر تريتمنت بلانتس 50 فويل سيل باسز يعني كل الاشياء اللي موجوده ودي الحاجه اللي احنا قلناها من قبل الادفانتج والديد ادفانتج بتاع الايه ماشي نفس الكلام اهوت برضو احنا قلنا معلش حاجات مكرره ودي بعض اللي بعض التطبيقات هي بلاقيها في السياره مكتوب عليها كلين انرجي موجود عليها هيدروجين باسس موجود الغواصات هنا برضو نفس الايه نفس الكلام بس. واشكركم واشوفكم يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى في امان الله.